الحمد لله، هو مخير بين أمرين، إما أن يطعم يوما بيوم، وإما أن ينتظر حتى ينتهي الشهر فيطعم مساكين بعدد أيام الشهر، كما أن أنس رضي الله عنه لما عجز عن الصيام في آخر عمره في آخر الشهر لما انقضى رمضان دعا مساكين بعدد أيام الشهر فعشاهم. لكن لا تفعل قبل وجوب ذلك عليك، إما كل يوم أو في آخر الشهر.